الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إد بيغدا وينام إد وين بيكا لور بوري سلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كوت وينام تونت لابلا يوسف نبزا كرام لابسا حابسي لنر ونر هم بوبا من المالغالاتين تيران نتالن تالن تالن كيوم داري ni lor pouri ning da yamma television ani radio al huda kala da ba la get ba fangil sallam an kotu en nam te wenti la la yurstu la wen nam passer fangil li al baraka turunna illi pa mataba ne so san ning ya fa da zuli sa welis go walis lon sheri hin sagali nir kar sa ma sheikh abdul malik ahmad kananze ya ba man dik de banka nga vien man ta san yamma turunna ya son sa nan passé kwabra la pisou bla atabo télévision ni radio al huda han kontiyam la toter pakin te sos ya ya kar nu gondunna en nan ko samete kar sa marik poson posien matir wakin e sos rapport alhamdulillah al mutasarrif fi al mulk wal malakut al baqi allazi la yafna wa la yamut al qa'il fi muhkam tanzili إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ثم الصلاة والسلام على السراج المنير معلم الإنسانية وهادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المستمعون والمشاهدون الكرام أهيئكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته البيان دو وينام لا نام سبا نام جيل فاجيلتي كون كونا كانا دين يا نام ان ديك دا نام بانغا توم دا بو نان سجوا سندر بو منينغا نا كان بالين كيلن كباكم بي اوتو تي سابلي غا مي نزان نا كانا كومري غا مي نزان نا كانا دين يا نابا يتا القران وا الله بوغا تي اديا نين وين نان ساسن بدون جو فاجيلي بدون جو فاجيلي ya wonna man ndika won ndika faado laadum bi fajili e abasona yibon ba mwendam tore to boy ne zinduni tumbumu ne fajili ne poro ko sa puso la tiran kon nabiyama nabiyam ninga won cin tume tawaya karsama wa ya vinada wa ya kanada ina tunsu sa muhammad sallallahu alaihi wasallam deb de politik da poso de emission yuringa pou nim ning sombe ton kelare da beton gesre radio la television al huda antenne ni ekran juga ko to wonna to wonna kelen passing yire to won saka pour won me hum pou ko ton tiya ba ko ton me nam pou yim tita yamba won saka pour ya wotto non tas ma bi se de ham posta ba inan ki son sa pour ani pipi soko re hambe nugem ti soka nga soba asoka me ti nisal saman kalum la kalma wakatu aratara wane sama ya ana soba musumin yo asama la yalla sakadami tubtin liben yaqi wane da hamba sai a arzekin ya fada point yo sama bi ran sokra lawotone idan nashkurukum ala husni mutabaatikum wa nadkhulu mubasharatan fi mawdu'ina ilmul miras فنبدأ بسؤال الأول السائل يسأل إذا توفي إنسان وكان عليه ديون فمن يقضي هذه الديون وهل يخرج من المال وهل يخرج هذه الديون من تركته الحمد لله رب العالمين فعندما يتوفى الإنسان وعليه دين فدينه على عاتق ورثته على عاتق أي شيء ورثته إذن بمعنى أن الورثة هم الذين ينبغي عليه أن يقوموا بسداد هذه الديون أو ديون المتوفى وإذا ترك المتوفى أموالا فالدين يقضى من أمواله بمعنى ينظر إلى أمواله ويؤخذ منها الديون قبل التقسيم أي شيء التركة فعندما يتوفى الإنسان ويترك أموالا هناك حقوق تتعلق بهذه التركة قبل تقسيم الإرث
ومن هذه الحقوق بمعنى سداد الديون المطلق للمتوفى. بمعنى ذلك بأنه يسدد ديونه وما تبقى يتم تقسيمه حسب كما شرعه الله سبحانه وتعالى. أن يوم سوكا تي نيرمان كالم ترسما تي يوم سوكرا سوكرا جيه يلا يا أنا رمبا مسيغن يوسما يمن سبا إسك يهم بهم بها أرجاكا أو يا أرجاكا لم يكن يوسما بي إلا تنون يا تيارن بي سامبان كالم السما لبغن دوغا فالي نعم نرى سما لبغن دوغا فالي كروا تي فالي كروا سيغن ما نفنا ماني يو كي دي سما لا هو ميك ما تي كي دي من بها من أرزيكا أبنى كده أرزيكا يو سما تو تي فار ناكا بوي لنون يم تي فار هان نام بوي يالن بيو تبون تي حاكي هنزاد ني كي دي أرزيكا تو تب ناكا بوي فار تي يالن تا يالن ما يالن ناس يان تا فار بوي بو لنون بيو بوغي of nan yo ki de sama ta hantar sama den ya sama han yo wakil bu mun ngo ma la bonte bon ti fada don yo ko ko ga ran kan ta samni samna yo dum ana man nan yo samna ya afali kiba nan ya ti sama yo la ho mi ti ki de basa arzaka kali bor gom to yo o nyaka arzak ni ngam basa yo sama ke la ma le bor fatu li kom pu fali kiba wala li sulaw dina sa to to don yo le ko law to wallahu alam gel kabe e de posdar ka sama barkusro e ne film la nan king ne sokor ham pa de ti so kan so ba wil ga me e ti wa fa da bangar pour me fa da pu pour en wo so fa gi li bo mi atame ti wa paraba nisba handik to fa da wendik da ne farde ay wen nam hum pu en wil gi ta za dik da posoka ma wa yo pour en yemre bi han wen o to ne ya e parab ka tek ham be fa de kar pour mo la yalla tara wakato paraba handik de te bom zin kura me te ne ba rike te hinke labi bom marik bi ran sokra la woton dan yawa ta'sib ko ala fa su'al sani yasailu yasal e galiban al inath yarisna bil fard wa mata yarisna bi ta'sib go alhamdulillah rabbil alamin fa hinama نقول بالإناث فنجد بأن هذه الكلمة واسعة جدا لأنه يقصد بالإناث في التالكة الزوجات أم المتوفى بنات المتوفى بنات الإبن المتوفى وكذلك أخوات المتوفى بأنواعها. أما هنا نقول بأن الزوجة بأن الزوجة تلس دائما بالفرد ليس لها تعصيب وكذلك أيضا الأم أيضا تلس دائما بالفرد وليس لها تعصيبا في الميراث أي وكذلك أيضا الأخت لأم هي أيضا تلس دائما بأيسي بالفرد. أما الذين يلسون بالتعصيب فنجد بأن البنت صاحبة الفرد وقد تلس بالتعصيب حينما تكون مع أخيها مع أخيها وبمعنى يقسم المال على ثلاثة فالبنت تأخذ سهما وأخوها يأخذ سهمين وكذلك أيضا حينما تكون البنت الابن مع الابن الابن سواء كان أخوها أو ابن أمها في درجتها إذا توفي الإنسان وترك بنتا لابنه وابنا لابنه فإن البنت الابن ترث تعصيبا مع ابن أيس الابن وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق فهذا يسمى العصبة بالغير عصبة بأيس بالغير الأخت البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن وكذلك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيقة فنجد بأن لكل أخت شقيقة سهم ولكل أخ شقيق سهمان وكذلك أيضا الأخت لأبي مع أيس الأخ لأبي فلكل أخ لأب سهمان ولكل أخت لأب
سهما واحدا. وهناك مسألة أخرى أيضا تجده تجلس الأخوات وهن من الإناث أخوات الأخوات الشقائق أو أخوات لأب يرثن التعصيب في حالة ما إذا وجدوا مع بنات المتوفى. فإذا توفي إنسان وترك بناته وأخواته فإن بناته بنات المتوفى يرثن فردهن وما تبقى يكون للأخوات فيرثون الباقي تعصيبا. أعتقد بأن حتى هذا السؤال بحاجة إلى برنامج كامل ولكن نحن سنختصر نظرا لديك أي شيء الوقت. لن يوم سوكا تيميم تي باربا وليك دا فاردي تونا ميتا زاردك دا زاردك دا زاردك دا وتو لا وكار بوغو لا بارتوين ديك تعصيبي تينكا فاردي تروم كورامي ما نارا ندا تي سون نام بوي سما لا بيان تيم بانغا هنديك توتو لا تون يجي هاي تي بار فارا بوغي ايال ما وسو نو كيل بار بو نام تي بارا كيل ما يا بارا كيل بي بوليا بارا ابيلي بي بوليا بارا اما بي pokan larma bani maya para amabi pokan larma ba babi pokan larma ban kala ma ya para amabi pokan ngin larma ma wa kala ba wa bonam ti para la ha para bin ngin trendi wa ka din ti tasiba tin ka farda wa ka tinga wini dem ti kir pa ka kenbe ni wa ka fan yiri ka farde kir ma ka kenbe ni wa ka fan yiri ka farde kir ma bi poka larma ni kida ma yen kala ba yen be ni ka kenbe ni la yen dik da wa ka fan gilli ne farde reni kila masa ntwendi ko taasi wakati ni labi ali ya kumpuni ndikir fada la na sura yamna mi kam ta twenta wala nimsenu reni ma ya bipugula ne na ba habipugula ne bilibla ma kumpuli la kumjibli yamna mi kam ti bilibli fa le rajoute yibu bipugula fa le rajouga yamna ya wota nel halle bel libase abilibli bipugula ya yampoka ne bilibli bilibli ya yandoro wakar kanga bilibili bilibili le bodo jute yibu ti bilibili bi pou le jouer yemle option la mahala yam gete ya lon ko e munum ti kawali kan ni tasi ya wota net ha le bel libase ama bi poka ti ma bi poka ni kida ob larma taba maye baye mle la libase ma bi roro ti ma bi roro ni kida larma taba maye baye mle wakar kanga ma bi poka mabi poka yefa ligi le jouer yemle ti mabiro o yefa ngi dik joute yi getap sonra ha mabi poka yene mabiro o yemle pouite sin sa tabo mabiro o ligi joute yi bo mabi poka yeli ka yemle ha tik mabi poka sa tabi yi bo bam le bra jour jour ti joute yi bo mabiro o ha ya yeke ti joute yi bo o ha yi bo le bra joute na se to pouite sin sa yobe ti mabi poka sa dik yemle yemle ti mabiro pa ligi bi bo hali ya babi rop meni babi porse wone am ti kide ni bamba obya bayen kama yemre kide basa ababi poka ne babi roro na le mi kam ti babi roro fana ndika joute yibo babi poka rek de jouga yemre we masala to me mata bonti asabatu ma al ghayri asabatu ma al ghayri ma ya wala ton porse lam kide baye ma yemre mabla ma kide ban kala ma ye bam hoto na kide bi pouli ma kide kom pouli wakar nga kide bi pouli ma kide kom pouli wali kida fada nke la ma haye kide ton porso ma ndike en pouita ti je metaba den ko yakwera e shukra yal ma wuso hana ya hazuna welse na mi ngam 20 ka emission gilli ne kide ton ma kyane tour moto wa ati nini ngaso wa wan hansa kai afahamna me hali waka fahame emission wa ta train lebsa sokura turkan wakati yiru to ne on saka pore yel kabe ona ri ya to ne poster kar samba barakoso e te sok da ta da yime fahma me handa ta bala hangi sokura ya ne ya karamda ya bang bodan da ta fo hangum pasit ko to nam te wana man sal songo lanan king tore ne sokur hom pahde tisa kanga soba wilga me ton ma man kalum la basa ton nu ya kom dibli mpahne sida la irmawa abasa wa futu la wa ti rati ilti wa lasi tisa kira sokur mohanda tombangi fadni nga irmawa sambasa apuyeba yita wana wana libi ya otone wa futa ni wa lasa mikti ya parapte la ton yoli ya Europa yeme alhala ayita wanwana
soko hin le ti paabe la ya paga tɩ yaa tõnd ma wã yala ba yɩ dãmã me tara pʋɩɩre sẽn yɩ wa tõnd ma wã faad pʋgẽ bɩ rãnd sokra la wotone ida nuwasilu bisual taali asailu yasal tufiyat umuna wa tarakat khamsatu abna wa zawj wa kataraka mablagan wa masalih min asiyabi wal awani فسؤالو كالآتي فكيف يتم تقسيم تركتها وماذا نفعل بالثياب والأواني لأننا رجال وهل لأهل بيتها كإخوتها وأخواتها نصيب في تركتها الحمد لله رب العالمين فهنا نقول أولا بأن الذين يستطيعون أن يرثوا أمهم هم الأبناء الخمسة زائد زوجتي أمهم الأبناء الخمسة زائد زوجتي أمهم زائد زوج أمهم زائد زوج أيضا أمهم فالزوج يرث الربع بوجودهم الأولاد والباقي يكون للأولاد تعصيبا أما الذين كان بإمكانه أن يرثوا من أمهم من ناحية أمهم هم أبو أمهم أو أم أمهم أو جد أو جدتهم أي بمعنى ما أبو أمهم أو أم أمهم أو جد أمهم في حالة عدم وجود لها أب وكذلك جدة أمهم إذا لم يكن لها أم فهؤلاء هم الذين يستطيعون أن يرثوا أما أخوات الأمهم فليس لهم الميراث بوجود أي شيء الأبناء أبناء المتوفى يهجبون الإخوة والأخوات بأنواعها أما فيما يتعلق عن التقسيم نقول أولا بالنسبة للأواني التي تركها المتوفى إذا كانت هي ما زالت جديدة ويمكن بيعها فيباع ثم يزاد إلى المال الذي تركته المتوفى وكذلك أيضا إذا وجد من الثياب ما هي جديد يمكن بيعها ويضاف إلى مال أيضا المتوفى أما ما يتعلق الأواني والثياب إن كانت هي قديمة وخصوصا أن أبناء المتوفى ذكور فبإمكانهم أن يأخذوا هذه الثياب ويتصدقوا بها فثواب هذا الأجر يصل إلى روح أيس المتوفى ولذلك هنا نقول بأن الثياب ما يمكن بيعها يباع وما لا يمكن بإمكان الورثة أن يوزعوها إلى المساكين وذوي القربى إن شاء الله وفيما يتعلق عن التركة الآن فلا يرث منهم إلا ما ذكرناه سالفا وهم الأولاد والزوج أما إذا وجد للمتوفى أم أو أب فلأمه أم المتوفى أو أب المتوفى أو جد المتوفى أو جدة المتوفى مثلا ميراث هم بمعنى هم الذين يرثون رينيا ويام شوكا تكيرا يلم بام موما على كالم السكرا يلم تبام موما بانا كالم بس السيدة لا بس بام هي كوم دبلين لميكم تي موما ترى بس أبوروا ومبي بوما مبي روبا لميكم تبس أرجاكا viendra la libahwatelo la futu ya parapte la parafutu tu sogra sogro mahanambang ngese wala puita wanawana la libor nambang ngese yalla futa ni la sakin da faro bi bipo la sogra ya wata rinwo do tun hanan de nan yalse tun nan de yalse ni nimni si hanan de ko fara tun dum tin 20 fara adye ki de sida parasida ne ko mdiblenu la amada para
pour wa masan dimni hin trendi ko faado hande mita maketa me trendi a kienda be aba han kita me kienda be ha mita makabeta ya pok be kienda me ha mita tabaka be ya bro hambe ab kienda faada laba mahanda kabensa ade ki de sida bala ne ko bible nu andikda ndikda afada yampande la winga masan tin so kwala tede ni futa ha miki lasa kitnya lasa ya wala la pala obrik da valera ndik na fada ha miki pa kel ntelo fu podo fu pala han katoni sisi ti ya fu pala obgen ni fa valera ndik na fada la mara la ningin zuin talentum ne wa mahalle wala kuda ma ti wala fu fute anda talin yele metli wa fu kuda nsomni ki da boy kamba ti ba mele europe ka yele repartie da ya bla mandika nya kon ku miskimba la kuro pentba tiba ma han tumi na fagili yel somna tata boy tata kida len ko yakwera kidin ba tiket nya bum tar valer fa abrik da valer na faro fo so to mi kam fori ya yel kanga ob genna na men pass fo ligidwa ha ka yenel fari kir ba handele obrik da yima na wana ko shinga le bande ligida le bande le passe den ko yakwera ton mi hentin shokyo lo on to shokan ala woto ne wallahu aalam len trempa bu munning masame tremu ni ngamti ho mi gamti pa ne parasida ne kum dibli wa parasida na pu aje ka sin senase nyaka yon konsida antar kam maning le bande pu ni ngi la ma pu la taba lam taba pu sin senu te kum dibli won no fagilli nyaka de jugo yemre ne faali ke da bon jugo yemre bala ma won ka bi nyinga bala ki han tal kum dibli safa amma bi bur ba yemre kala kin da faara won don yon lo ko lo to ni wallahu aalam yel ka be wona riya ere pus dar kar samba barkusu lannan kelen yal sabim passe wa sokre e la sami kati kida wa mawa bayidama ka kido wa fadwa bam kum dibil wa hambe wayinga la amma ha ya wa bam menga yaranda tan yakbumbu tan ko ma bayidama la kafadi il kang mi sakdambi alhamdulillah rabbil alamin bala ha yi faria ya fali kriben digru fadu fo hande kan sa ma halle ba fo su wala win game ne da hankewa ba ha si asida ne kum dibile nu win game ti kama yele me ton mi mti alja kale ba ton ne ba wane ya la ba wa nan de ga na po mpu ile yo ton kama zim hata ban nan kin ligi wa ya ton oto ne kon ton ma wa bayile ram to pita ba ya ton kama yale ni sakram ti yele kai halle bel le puy men sa ti kamari ro puyira teni le bra net franso net fay de wati tigiti ho tone ter kon bayira amba sakrame rewu num ti far ha fari kriba obne fari kida kalam pore ba min zeme ta fangili ndat nya ka je kan tum ya mal tum fangili wakar kan ga sakrame ti ab na zeme ta pore ma to ti fara puy me ma ti fara na ka puy to ba zeme ta ba ya no yanga ti kumbono ka be pore bulari ita masa bala han ni raman karum ba kam je me yuma ni yum pipi ya ti ambera ta yum pina bi yum pita ta ya ye ti amna ke arje ko nya ko na kamala hanna kam yir kan vonra la ni wata yam bela ne ngam bala yam nyakata yam ko tonke kam mane ni han ka bo mi kam tu ya kombon se maram meninte kem da mahyo ya malare to maram mari kam lokul mahanna lokke wakar kan tuntu wam ti elbur kabe yel kabe ya woto ne no tasma bisi ya fada son so pour wa l'islam seri hingan ganel kar sa ma cheikh abdul malik ahmed kanzwe ba mo konté les sources pas les go ne dali dam siti wenam al qur'an po la nabiyya ma ali salatu wassalam sunna po e masa nan kinga tonni sokor humpa haditi sakan so ba so kodame yalla sakdame tifar po rien nit saman kalum basi e bebtin yaka arzeka ay aham bas bu men ninga wa bo tifada bekam pui labkelo beka na wo pui wa kata tobi ran sokra lawotone idan wasilu bi sawal talya sa'ilu yasal hal yajuzu taqsimu ba'du tarikatul mutawaffa wa ta'jilul ba'di ila waqtin ma alhamdulillah rabbil alamin fa al ijaba ala hadha al su'al naqulu na'am yumkinu dhalika iza da'at ad darura yumkinu dhalika iza da'at ad darura ala sabili misal law tufiya shakhsun وترك اموالا نقديا ثم ترك بعض المصالح فبعد عمليه الاحصاء ف
فوجدنا بأنه ترك أموالا كم مليون وهذا المصلح منزل أو هكذا يسكن يمكن بيعها بهذه القيمة وبعد جمع القيمة فإذا وجد الورثة بأن بيع هذه الممتلكات لا يمكن أن يحدث من خلال أيام تقسيم الميراث فبإمكانهم أن يقسموا جزءا من الميراث وبعد ذلك حينما ينهون على الجزء الآخر أيضا يعيدون تقسيمه أيضا مرة ثانية يعيدون تقسيمه مرة ثانية مهما كان هذه أيضا الممتلكات أحيانا الإنسان مثلا يتوفى ونجد بأنه من الصعب أو من المستحيل جمع كل ما تركه بقيمة في وقت من حدود وقت معين ولكن إذا وجد بأن لهذا المتوفى أموالا أخرى وهي جاهزة فبإمكان الورثة أن يطلبوا تقسيم هذا المال ليس ما ينتهي من الأمور أيضا الأخرى لن يوالح شكرا تيالا نرهم من كارم بأرزاقا تأرزاقا يتوتوري يلا بتم بوي فادا نور يجيبو ما ندي بوي لبليو بوي مباسي إنا تموتين ساكتا مين تيهو ميكت تولسون بين يركان نتوين ما نكالم بأرزاقا تأرزاقا فينا غاليقا لابه تيدا تابا تيتير كان ميلات بوين راتي تو تيكسي يالم بوي لا توين مي كم تيرا بيم توين بيني ارجاك نين هندا غوا ما بوم نين توين ما تولهم توين بيبي ما كم كين توين بيبي دات لي بون فواياجي وكار كنغ توين دين بوي ارجاك نين هي اوبجيم بي وا لا بيال ما هان لي بلي بو يلي بما ما هان تي غوم سبها يالم بوي سبا لا جي نتون غوم دو يتا وكار فان جيلي yele ha ya woton sa lalam ta yibum hiya venra bala ne bkene man na wotone ndig aljaka bala mpui zama wala budo na waba to pui kama to nyandi to yala solo kida hamba za gala ba hiya berbera wali kin naftaba ni ni huwa to to ban to wanam na nyoka la me kidin ba fa gili le ba fado la sawu ha wati twen le mpui le le mpui hin kila ni sakram ji gira burka be to fali kida ha na taba no re ne yel kanga yel kabeel pusdar kar samba barkusgo ti venma haya venm ninga sampidi landan king ne sokore hampa hade ti sokanga soba awilga menti paraman kalam la basa kum dible ibne bipula yemre la para hamba sin ya fado ya zakla hamba sa to sokode ngehe zakanga soba apiba yita wan wan إذا نواصل بسؤال تالي سائل يسأل توفيت امرأة عن ابنين وبنت وقد تركت منزلا فقط فكيف يتم تقسيم هذه التركة؟ الحمد لله رب العالمين فهذا المنزل يوخذ قيمته يوخذ قيمته الحقيقي للمنزل ثم يقترح على الورثة فإذا وجد من الورثة سواء كانت البنت أما من ضمن الابنين من له إمكانية مالية لشراء هذا المنزل يباع المنزل ويتم التقسيم بين هؤلاء الأولاد أما إذا وجد بأن ليس من الورثة من له إمكانية لشراء هذا المنزل يعرض للبيع وبعد ذلك يتم تقسيم ما تم الحصول عليه وعائد البيع يقسم على خمسة خمسة فياخذ كل ابن اثنين والبنت تنفرد بأيس بواحد يوان يمسوكتي ندمان كارم بسا كمت هابو فقامان كارم بسا كمت هابو كم بولي كم دبلي ييبو لكيدة كباهي رالا زاقنا بلا باسيا تي سوك رنجيتي زاقا بويتا وانوانا توني دي كوي كوي غزاقا لغي ديكتم بان ليغدا مين حكي كون تيون كو بو منينغا يالان جي فاري كربا ندا مبيبن تا تون تريندا ما تين سو كوم بان يين داغ نام بام بو منينغا كومبليت تا نا كومبليت ان كيسي ابريك دا زاكان كو ني بامبا ني فاري كانغا جيم تا ياكوم دي بلاي يي سو كا ما تي ا بارا لا هو ميتي بام سو كان ركا بين تا تون لو بان ديك دا زاكان كو سي ني يينغا وليغ نين سيغران كو سا ديك ارجا كام بوزين سنو بولا نام بوزين سنو كم بيبل فان لي بوجوتي يي كم ديبل يي بوجوتي نا سي بيبول جوي جين سي نو ما تبع نياك جوتي يي بيبو كم بيبل فان جي لي بيبول يي ديك جوغي يمنا نون يو لو كلو تو ني والله يل كبي
إرحوستار ما بيسا فانجلي بركة توقت نينغا سنكودا تامي لغم نسو سوكي تامي ليل كبي تيام سنوار تار سوكري بي پام تنكري نميرو كانغا زوحيا سوسان دي سي بن سي سي كاران دي سوسان دي سنف حيمي يا بي سوپي بي سي لا يوبي بي سناس لا ييبو بي سوپي لا اوي ما تيتين تولا واتزاب نميرو زوغو تيين نايا سوسان اوزي 15 68 45 piso pola ye pila anu piso bla ni mbahne pisnas la anu terpos riyamba ke lagarba fangili baraka te mikro atore yar karasa mashik abdul malik ahmad kananze bo mandal gariyam soqsa yam biga sana ahmad dikas soqsa ta hede masin da moa yad mabiga abdul samad bambura ya bom mezin bene na modoyete toronta yamba wennam sakarpori wena gurunta sokat wate tilewa kingane sosatori wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tilia sunu kasanga te wennam leba man segal songon kon dunna tilipam taba television alhuda antenne ramazuto ni sosxaninga hantu ni fada bangre awela sagayelle ti hangum fadi yelme ya wennam alquran wa bahni nabiya ma sallallahu alaihi wasallam sunwa labiya kada bene ti wennam obtorme ngam ku farangane te muimari kan tahde yusikum allah fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء